الكركديه مشروب رمضاني أساسي على الفطار، ويا سلام بقى لو عملناه سلاش وبقى متلج ومنعش كده. سلاش الكركديه بالليمون، مش محتاج أكتر من شوية عصير كركديه متخفف وشوية شربات خفيف، وما نزودش منه بالذات لو الكركديه محطوط عليه سكر، وعصير ليمون وتلج كتير جداً بقى عشان يبقى متلج كده ومنعش. نخلط كويس لحد ما التلج يتكسر كويس، بس ما يدوبش طبعاً. كوبايات شيك بقى كده، ونحط فيها شرايح ليمون عشان نزود نكهة الليمون الفريش، ونصب السلاش بتاعنا ونستمتع مع ضيوفنا بألف هنا. وصوما مقبولا.